في نقطة أخرى، هل مرض السكر نفسه يأثر في نفسية الشخص؟ يقولك هذا عنده سكر، انتبه ما لا تتكلم. هو طبعا دائما الناس مع انه يشوف ناس هادي جدا مع ان السكر عنده مرتفع جدا. صحيح، هو طبعا ارتفاع السكر يخلي الانسان تظهر عليه اعراض كثيره، يعني من ضمنها التوتر، ومن ضمنها كثره العطش وكثره التبول ونقص الجسم، وطبعا يظهر عليه اثار العياد، تحس انه يعني تعبان وكسلان وعنده الام في المفاصل والام في الاعصاب. فهو طبيعي انه يكون يعني اي احد يحس بالم او يحس بمشكله يكون منفعل، فهذه طبيعي انها تكون عندهم. طبعا انا اقول برضو يعني اذا هو سكره مرتفع وكذا انت تجي تضيق صدره وتزعج، لا بالعكس يعني انا مع انك تحاول قدر المستطاع انك تحاول يعني انك ما يعني تتجنب الاخبار السيئه، الاشياء اللي تضيق صدره، الاشياء يعني تحاول يعني نفسيا انك تتعامل معهم بحذر. طيب المريض والعلاقات الحميميه مع الزوجه، هل في فعلا ارتباط من ضعف جنسي؟ نعم، الناس اللي عندهم عدم تحكم في السكر بشكل جيد دائما يعانون في هالموضوع هذا. اما ايش اليتها ميكانيزمياتها؟ هو طبعا هو ايش اللي يصير ياثر على الاعصاب بشكل عام، ارتفاع السكر في الدم حتى على الاعصاب الطرفيه، مو بشرط الاعصاب، يعني اعصاب مثلا يقول ما عاد احس بالبروده، ما عاد احس بالحراره، يعني جتنا احد الحالات يقول في الشتاء حاط رجله على الدفايه لانه ما يحس. فجاه اكتشف ان شم ريحه الحرق، يعني احترقت رجله بدون احساس، فيفقد الاحساس في كثير من المناطق. وطبعا لما العصب يتلف يعني مثلا يعني مو بس الرغبه عندهم تقل، حتى عمليه الانتصاب وكذا، فيكون عنده مشكله في يعني في الاداء نفسه، انه ما هو قادر يؤدي بشكل جيد.